في البداية نعزي أنفسنا، نعزي القيادة السياسية، ونعزي قيادة ألوية الحماية الرئاسية، ونعزي أولياء المقدور بهم الذين وقعت لهم مجزرة عسكر الاستقبال في محافظة مأرب. طبعا الاعتداءات هذه ليست الأولى وأيضا ليست الأخيرة ولن تكون الأخيرة، وأعتقد أن العزاء ليس كافي في مثل هذه الأحداث التي يعني تحصد رجالنا بالجملة. والأجواء أعتقد أنه يملكها التحالف العربي، نحن بحاجة لإجابة واضحة وصريحة عما دار في سماء معسكر الاستقبال قبل الضربة، ومن حقنا نحن وأولياء الدم أن نحصل على إجابة شافية من الذي يشارك التحالف العربي في أجواء اليمن، وبالتالي من هو الذي استهدف أبنائنا. دون ذلك تظل العزاء ناقص، ولكن القصاص هو من مسؤولية قيادة الدولة، والالتفات لمثل هذه القضايا بجدية بعيدا عن بقيات العزاء هو من مسؤولية رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، هم قادة البلد التشريعيين والتنفيذيين، وهم المعنيين بمتابعة القصاص لدماء شهداءنا الأبرار. مثلما لم نسمع نتائج ما حدث في العلم لأبطال القوات المسلحة عندما ضربهم الطيران الإماراتي، فيجب أن لا تمر هذه أيضا مرور الكرام ويتحملوا مسؤوليتهم التاريخية. نحن لا نجد في مثل هذا الموقف إلا أن نؤكد لأبناء الشهداء أننا نشعر بالألم فيما حدث، بألم حقيقي لما حدث لأبنائنا، ولكن لا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا واتفاق الرياض يعني صمم حقيقة لإنقاذ ما تبقى من مشروع الإمارات. كما يعلم الجميع أن الأخوة الإماراتيين كان لديهم مشروع ظاهر ولم يكن خافي على أحد وتحت سمع وبصر كل قيادات الدولة، ولكن كانت الأمور يتم النظر فيها إلى النوايا. هم كانوا يؤسسوا جيش موازي للدولة وقيادات موازية للدولة وبإمكانيات ظاهرة من التحالف ومن الإمارات بشكل مباشر. سقط هذا المشروع، وعندما كان الجيش الوطني على أبواب عدن لينظف ما تبقى ويكنس ما تبقى من هذا المشروع، تدخل الطيران الإماراتي وكان ما حدث من مجزرة العلم الشهيرة والتي أيضا لن تمر مرور الكرام. وبالتالي تدخل الأشقاء السعودي لإنقاذ الموقف، وتمثل إنقاذ الموقف في ما تمخض عنه من مباحثات جدة ومن ثم اتفاق الرياض. على رداءة هذا الاتفاق ونشعر أنه سوى بين المعتدي والمعتدى عليه وساوى بين المتمرد والشرعي، إلا أننا في إطار التوجهات التي أعلنت أنه حفاظا على الوحدة الوطنية والاستفاض باتجاه مواجهة مشروع الحوثي، يعني قبلت القيادة السياسية ونحن قبلنا لقبولها فقط، لم نقبل هذا الاتفاق أو نباركه لاقتناعنا بما ورد فيه، لكن قلنا أنه السلامة تكون أفضل وأنه يجتمع الناس على كلمة سواء مهما كانت ما تضمنه اتفاق الرياض. ومع ذلك هذا الاتفاق، الراعي لهذا الاتفاق هم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونشعر حقيقة نحن لا نشكك في نواياهم، في حسن نواياهم، لكن مثل هذه الأمور لا تدار بالنوايا. نشعر في بطء شديد في أداء الإخوة السعوديين، وأنهم حقيقة يستمعون للتلكؤات التي يسردها الإخوة الإماراتيين في عدم التنفيذ ومحاولة الاتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض، ومحاولة تفسير بعض البنود تفسير مزاجي. وهناك استجابة لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولهذا تأخر تنفيذ اتفاق الرياض. هم من صمم هذا الاتفاق، وهم من حدد الفترة الزمنية، وهم من جدوله، لسنا نحن. وبالتالي كانوا ملزمين وكانوا معنيين بأن يكونوا جادين ويقدموا رسالة إيجابية على الأقل في هذا الاتفاق الهزيل، أن يخرج إلى حيز الوجود، لكن مع الأسف الشديد ما زال. لا ظهرت تباشير في الأسابيع الماضية
طيب ونحن ما زلنا نعقد الأمل على أن اتفاق الرياض هذا سيتم. سيتم تنفيذه. إذا لم يتم تنفيذه طبعا التلف الذي يبديه ما يسموه الانتقالي أو ما تبقى من مشروع الإمارات في عدن هو تلكؤ ليس تلكؤ القوي. هم يدركون إذا انزاح اتفاق الرياض جانبا نستطيع أن ندخل عدن ونكرس ما تبقى من هذا المشروع. وبالتالي عليهم أن يتمسكوا به اتفاق الرياض لأنه لا اتفاق الرياض لم يصمم إلا لمصلحتهم ولإنقاذهم.